متابعي قناة الفاسبرس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة ديال غادي نتناقشوا المشكل اللي نقولوا هز مدينة الدار البيضاء بين قوسين، والمتعلق برفض أو عدم تأشير على ميزانية الدار البيضاء قبل يعني ما يعقد مجلس مدينة الدار البيضاء دورة استثنائية من أجل يعني المصادقة الثانية على هذه الميزانية هذه. أيضا سنناقش في هذه الحلقة قضية تأخر في خروج برنامج عمل مجلس الدار البيضاء من قبل المكتب المسير لمجلس مدينة الدار البيضاء، والجدل اللي مستمر دائما حول شركات التنمية في العاصمة الاقتصادية. من أجل مناقشة المحاور كلها نستضيف سي مروان الرشدي، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء عن حزب الاتحاد الشركي. سي مروان مرحبا بك. مرحبا. أشقع في ميزانية الدار البيضاء الوالي ما صادقش عليها، عاودت درت قراءة ثانية، البعض يقول بأنه يعني شو واقع في هذه الميزانية؟ إيوا كما تبعتوا كاملين في الدورة الثانية ديال مجلس المدينة انعقدت هذه ثلاث أيام، أن السيد الوالي رفض تأشير على الميزانية اللي صدقنا عليها في أكتوبر. ومن أسباب الرفض ديال التأشير على الميزانية هو أن كان مكتب مجلس المدينة تعامل مع الأرقام بشكل غلط. كثر بأن نصيبنا في التيفيا كمدينة الدار البيضاء هو 34 مليار. وجات رسالة من المصالح الداخلية عن طريق السيد الوالي أن كتقول بأن ما بقاش عندنا 34 مليار، عندنا 22 مليار. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو أن من المفروض أن قبل ما نجيبوا الميزانية كنعطيوها السيد القابض باش كيأشر عليها حتى هي ما داتش، وهذه اللي تكلمنا عليها، هذه أخطاء واضحة، ولكن كتعبر على أن الإخوان في المكتب ما حريصينش على أداء مهام بشكل جيد. واش هادشي عندو علاقة بأن هذاك غياب التجربة وعدم التجربة تاع مجموعة من الأعضاء تاع المكتب المسير هو اللي خلى يطيحوا في هاد المشاكل هادي؟ بطبيعة الحال هي كتبان بأن أولا عدم انسجام المكتب، لأن المكتب المنسجم كيكون قوي وشي كيكمل شي وشي كيغطي الأخطاء ديال شي. للأسف هذه أخطاء يعني للمبتدئ في العمل السياسي والعمل التنظيمي غيقدر يداركها، الإخوان للأسف ما داركوهاش. ولكن السؤال اللي كيطرح لنا اساسي هو واش هاد الخطا كان غير تقني او سياسي؟ هذا الرفض واش تقني او سياسي؟ حيت عاوتاني ما نحاسبوش غير مكتب مجلس المدينه، كاين اشكال اخر ان الرساله ديال الرفض ان المراجعه ديال النسب ديال التي في ديالنا الحصه ديالنا في التي في خرجت في 11 10، وحنا عندنا الدوره لو 19 10، كان متسع من الوقت باش نتخبروا بها كمجلس مدينه ونذكروا فيها في الليجان ديالنا. ما وصلت المكتب مجلس المدينه حتى لو 17. هنا كيطرح سؤال وهو السؤال هو الحقيقي، ماذا يقع مدينه الدار البيضاء وماذا يقع ما بين السيد الوالي ومكتب مجلس مدينه الدار البيضاء؟ لان في هذه الحالات كيكون تساقط. البعض هضر قال كاين شي توتر ما بين العمده والوالي، هي ردات يعني في خلال الدوره الاخيره قالت لا علاقه طيبه وما كاينش هذا الشيء. هذا هو، شوف حنا كمنتخبين حنا ما كنحكموش النوايا. حنا السيد الوالي راه تعامل مع واقع مكتوبه على اثرها رفض الميزانيه، ولكن الحال ان كان ممكن هذه الاخطاء بتجربه السيد الوالي والطاقم اللي معاه والناس اللي معاه كانوا ينبهوا السيده العمده. الى السيده العمده ما عندهاش تنبهها، كانت مصالح الداخليه تنبهها قبل بان راه كاين واحد الرساله وكاين هذا، وكان ممكن يداركوا، وهذا الهضره ديال الزمن كان ممكن تفاداها. البعض تيقول بان خلال اخر دوره تاع مجلس المدينه يعني نبهها ولا حذرها من يعني عدم تاشير الوالي على الميزانيه اللي درتوا فيها قراءه ثانيه في بالفعل، لان دابا السيد الوالي من رفض الميزانيه من غير هاد النقاط اللي تكلم عليهم ديال التي فيا او التاشير ديال القابض، تكلم على واحد عدد النقاط اللي صدقوا عليهم مقاطعات في الدار البيضاء، 9 المقاطعات تمت ان السيد الوالي كينبه بان بعض لي ريبليك ديال دعم المعوزين ان ما دخلش في اختصاصنا، العمل الاجتماعي ما دخلش في اختصاص المقاطعات، وهذا سؤال كبير اللي خصو يتناقش ما بين ان الميزانيه والتبويب اللي معطيه للمقاطعات واللي فيها هذه الابواب، وما بين الراي ديال السيد الوالي اللي كيقول بان هذه النقاط ما فيش في صلاحيتنا. والحال ان هذه النقاط عدد المرات كبير في السنوات الماضيه المقاطعات اعتمدوا ولم يتم المناقشه في هذا الموضوع، وبالتالي من السيد الوالي رفض هذه النقاط كنتسائلوا وانا مع الراي ديال الاخ الحيكر، لان ملي صادقنا اليوم على النسخه الثانيه ديال ميزانيه الدار البيضاء راه مازال ما راجعناش لميزانيه المقاطعات اللي فيها هذه الملاحظه ديال السيد الوالي. الا صادق عليها بهذه الملاحظات اللي كاينه وما تعدلاتش، راه حتى واحد ما كيحاسب من بعض المقاطعات الا صرفاتها في هذاك الباب، وهذا اشكال
نشوفوا السيد الوالي كيفاش غيتعامل. خلال الدوره الاخيره يعني العمده السما ديال الدار البيضاء قالت بان غدار واحد الدوره استثنائيه في ديسمبر 2022 دجنبر 2022 باش يعني مصادقه على برنامج عمل. واش بدات المشاورات معكم انتما كفرق في كاحزاب في مجلس المدينه حول برنامج عمل؟ اشنو هو الخطط ولا الخطه اللي باغا ديرها المكتب المسير باش يطبقوا على مستوى الواقع؟ هو على مستوى برنامج العمل كتعرفوا ان القانون التنظيمي 113/14 كيقول بان خاص برنامج عمل يتعرض على المنتخبين في الدوره الاولى من بعد السنه الاولى ديال الانتخابيه. للاسف حنا مرات الدوره الاولى اللي مرات في اكتوبر والى يومنا هذا ما توصلنا حتى شيء. ماشي ما توصلنا حتى شيء، السؤال الاساسي هو ان طيله هذه السنه المفروض تكون مشاورات، تكون اشتراك المنتخبين، تكون جميع الافكار. تقول لي راه كانت الدور ديالك جوله في المقاطعات، كانت تعرف مع المشاكل تاع المقاطعات. كاين المنتخبين، وهاد المنتخبين هما احزاب سياسيه، والسيد الرئيس راه جات من اغلبيه مشكله من ربعه الاحزاب. انا كنسال هاد ربعه الاحزاب قبل ما نسالوا بعضياتنا حنا، هاد ربعه الاحزاب واش اجتمعوا ولو مره واحده مع السيد الرئيس على ود البرنامج الانتخابي؟ واش عندهم شي تصور حول المرة؟ لان ما يمكنش انت كتقدم انتخابات المواطن كحزب سياسي وكتجيب وعود وكتجيب برامج وكتجيب افكار ومني كتجي المسؤوليه كتعطي المكتب الدراسات. انا قبل ان مكتب الدراسات يجود الافكار بالمهنيه ديالو بالاحترافيه ديالو، ولكن الافكار بحد ذاتها هي ملك الاحزاب السياسيه، لان هذا هو التعاقد اللي درنا مع المواطن. ملي كترشح المواطن كتعطي عدد ديال الالتزامات. للاسف الى يومنا هذا ما اجتمعت الاحزاب الاغلبيه باش تعطي وجهه نظرها في برنامج او الافكار الاساسيه في البرنامج. ما تشاركنا كاحزاب داخل المجلس، ما تشاركنا كمنتخبين بلا احزاب داخل المجلس ولو مره واحده باش نناقشوا. دابا حنا كنتكلموا على برنامج عمل ممكن تعرض عندنا شهر 12 او شهر واحد المصادقه والتصويت، ولكن راه افكاره والاقتراحات ديالو راه غير نابعه تماما من مجلس مدينه الدار البيضاء. هي نابعه من مكتب دراسات مع بعض الاشخاص اللي كيشتغلوا في هذا، وهنا كيبين الجدوى من العمل السياسي. الا كانت احزاب سياسيه كتقدم انتخابات، يعني من المفروض البعض يقول بان المفروض الاحزاب السياسيه اللي ذكرتي انت اربعه الاحزاب وثلاثه الاحزاب اللي تتسيد مدينه الدار البيضاء يكون عندها واحد التصور مسبق حول البرامج المشاريع اللي غدير في مدينه الدار البيضاء. هذا هو المفروض. لان شنو هو العمل السياسي وشنو هو العمل الحزبي؟ هو نادي احزاب كتشكل على عن طريق برامج. يعني كل حزب عنده افكاره وعنده برامجه وعنده تصوره كيفاش هذه مدينه الدار البيضاء خصها تمشي. جات انتخابات عطات الاغلبيه لواحد الاحزاب، داروا تحالف، كان المفروض يجلسوا على الاقل اول وثيقه خاصها تكون بيناتهم هي اشنو غنقدموا للدار البيضاء، اشنو الافكار اللي طرحنا في الحمله الانتخابيه وشنو اللي غنجمعوا بعضياتنا واللي قواسم مشتركه بيناتنا باش نقدروا نخدموا البيضاويين. حيت اذا كانت هذه الاجهزه ما كاداش باش تخدم البيضاويين وباش تعكس العلاقه ما بين المنتخب وما بين اللي مصوت عليه، انا كنطرحوا سؤال كبير. الا كان بحال هكا نخليو مكاتب دراسات، علاش غنصاوبوا مكتب مجلس المدينه؟ علاش غنصاوبوا المنتخبين؟ نخليو مكاتب دراسات نتعاقدوا معها وتصاوب البرامج وتعطي للسلطات المحليه تنفذها. هذه القضيه نخليو انتخابات، والبعض اللي تيقول بان على مستوى شركات التنميه المحليه تيقول خلال الانتخابات المقبله يعني المواطن ما خصوش يمشي يصوت على المنتخبين، يصوت على شركات التنميه المحليه اللي هي الان المدبر الحقيقي لمجموعه من المشاريع الكبرى على مستوى مدينه الدار البيضاء. هو الاشكال الرئيسي الان في مدينه الدار البيضاء باش نكونوا صريحين وواضحين بديتنا. الاشكال الرئيسي في مدينه الدار البيضاء هما شركات التنميه المحليه. هاد الشركات التنميه المحليه اللي عندنا 8 او 9 في الدار البيضاء. هنا كمجلس المدينه كنساهموا في راس المال كل وحده فيهم على الاقل ب 30%. هاد الشركات لا تخضع للمحاسبه. ماشي احنا كنساهموا فيها احنا، ولكن تحت رئاسه السيد الوالي هو رئيس المجلس الاداري ديالها. احنا كاعضاء مجلس المدينه كان دابا احنا صادقين على الميزانيه وحاطين الفلوس اللي غنعطيو لهاد الشركات، ما عارفين فين تصرفات، كيفاش تصرفات، اشنو الارقام اللي كاين، اشنو المحاسبه، واش كيتصرف صرف بشكل صحيح ولا ما صرفش. ما عندنا حتى سلطه على هاد الشركات. هاد الشركات في واد والمنتخب في واد. الا باغي نخليو مصداقيه للعمل السياسي ونخليو مصداقيه للمنتخب خاص المواطن يحاسب المنتخب، وباش يحاسب المنتخب خاص المنتخب تكون عنده الصلاحيات الكامله باش يخدم البيضاويين. لان ما يمكنش اي مشروع فكرنا فيه في مدينه الدار البيضاء خصنا نعطيوه للشركه ديال التنميه المحليه، وهاد الشركه خصها تربح فيه، وهاد الشركه واخذه من غير الميزانيه 30%، واخذه موظفين ديال مدينه الدار البيضاء، والحال ان المقاطعات كتعاني من نقص كبير في المقاطعات. هاد المقاطعات هاد المنتخبين اللي تهضر عليهم اي نقطه تتعرض بشركه التنميه المحليه ماشي غير في هذا المجلس هذا، ولكن في المجالس الاخرى يعني تيتم التصويت عليها بطريقه عاديه وسهله وكذا. اي انتداب لهذه الشركات يتم يعني التصويت عليها بطريقه اللي هي يسيره. انا كنشاطرك الراي، حال الوقت حنا كمنتخبين ديال مدينه الدار البيضاء ولا غير مدينه الدار البيضاء، المدن، حال الوقت باش تكون وقفه حقيقيه
على دورها الشركات المحليه. ما يمكنش الشركه التنميه المحليه كتبقى تاخذ من ادوار المنتخب مره جوج ثلاثه، راه المنتخب واحد الوقيته ما تبقى عنده حتى قيمه. وحتى ونعطيك واحد القضيه، هاد المدراء ديال الشركه التنميه المحليه المفروض انهم تابعين لشركه التنميه المحليه، راه ما كيجاوبوش وقله العمده ما عمرهم حضروا معنا في غالبيتهم. كاين استثناءات اللي كتواكب باش نحترمهم ونقدر، ولكن في دورات الميزانيه اللي المفروض يكونوا حاضرين ما حاضرينش معنا، يعني ما عاطين حتى اعتبار وكيعتبروا نفسهم هما فوق المنتخب. هما هذا هو السؤال الحقيقي، من يحمي هذه الشركه التنميه المحليه؟ ومن باللغه الدارجه حنا كنعلفوا في الشركه التنميه المحليه، ما دابا وصلنا حنا كنعطيوها مشاريع ما دخلتش اختصاصاتها. إذا ما غيبقاش دور المنتخب، الموظف الجامعي كيعترف نفسه ما عندوش قيمه، راه صافي راه كاين هذوك الشركات خاص الان. والسيده الرئيسه التزمات معنا انها نديروا دوره استثنائيه على هذه الشركات وخصها الدوره الاستثنائيه. علاش تكون؟ شنو الهدف منها؟ واش غير المناقشه، غير تفرجوا على الهم ديالكم، غير شنو اش غيكون في الدوره؟ هو شوف، هو كاين شقين في هذا المجال. اولا هذه الشركات التنميه المحليه خصها تناقش على مستوى الحكومه. وحنا عندنا دابا عندنا واحد الوضع اللي كانوا كيعتبروه ايجابي بالنسبه للاحزاب المشكله الاغلب، ومن الاحزاب المشكله الاغلبيه في الدار البيضاء هي الاحزاب المشكله في الحكومه. الى ما قدروش يوصلوا وقت في الجهه وفي الجهه، اذا هذا الانسجام اللي كيقولوا بانه كاين، الى ما قدروش في هذه اللحظه يضغطوا على الحكومه باش تغير القوانين على مستوى البرلمان، ما عمر غيكون شي تغيير، لان الاشكال قانوني وسياسي. خاص القانون يغير مصلحه هذه الشركه التنميه المحليه. جوج، على مستوى الدار البيضاء ملي غنجتمعوا خصنا نقولوا ستوب، عندنا الحق ما نعطيوش المشاريع لشركه التنميه المحليه، عندنا الحق نتعاملوا مع مؤسسات اخرى بلا شركه التنميه المحليه، خاص هادشي يوقف، خاصنا نفرضوا على هذوك الرؤساء يجيو يعطيونا الحساب، المدراء ديال الشركه يجيو يعطيونا الحساب، يجيو يتكلموا معنا. ما يمكنش انا نتكلم لك مثال بسيط، كازا ايفنت، هذا كازا ايفنت ميراجان الدار البيضاء، وراك شفتوا الفشل الذريع اللي عرفوا ميراجان الدار. انا كمنتخب انا عضو لجنه التتبع ديال ميراجان الدار البيضاء، ما خباركش؟ ما انا ما في خباري، ما تشاركنا في برنامج، ما تشاركنا، ما جاتنا دعوات، وانا اجزم ان حتى المكتب المجلس المدينه ما تجوش دعوات. ولكن المضحك ان هادشي كامل السيده الرئيسه مؤخرا راسلتنا كاعضاء كتقول لنا من اجل تفعيل لجنه التتبع، دابا مراسلاني انا انا اللي غنفعل لجنه التتبع والصلاحيات ديال تفعيل لجنه التتبع هي عند السيده الرئيسه وعند المكتب. انت خصك تدعينا باش نجيو نجتمعوا، كتراسلنا كاعضاء تفعيل لجنه التتبع ما عمر ما اجتمعت وكتراسلني باش نتبعها، خاصك انت تفعليها وتجمعينا وبالتالي باش نديروا هذه الشركه التنميه المحليه. حل الوقت نقول اللهم ان هذا منكر، لان هذو الناس فوق القانون. سي مروان شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاس بلس، الى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله من برنامج قزا سيتي.